من خلال لقاءنا مع ماجي بغصن كشفت لينا عن مسلسلها الرمضاني القادم. مسلسل منه كوميدي، مسلسل لايت اجتماعي رومانتيك، بيحكي قضايا الشباب والصبايا، بيحكي عن مشاكل، نطرح هيدا المشاكل بجرأة، بكتير جرأة. حبيت روح لهيدا المحل لأنه أنا بحس في عندي كتير هاي الأعمار بيتابعوني، فقلت ليش ما بستفيد إنهن عم بيتابعوني ونحكي بمشاكلهم بهيدا الأعمار التينيجر. بحب التمثيل كتير، التمثيل عم يمشي بدمي. وتحدثت أيضا عن التعاون الأول مع حسن رداد. أكيد منضيف لبعض، كابل جديد، بحبه، بحب شغله، بحب عفويته على الشاشة والكاريزما اللي عنده. بحس إنه مع بعض هيك منعمل جو جديد، خاصة إنه أنا وياه أصحاب يعني، وأنا بحبه من زمان. ده أنا فارس الخواجة، ما يتعاملش معايا حاجة. هات أي إثبات شخصية يقول إنك فارس مش حاسب. وضعت سبب الصورة اللي نشرتها مع زوجها جمال سنان أثناء توقيعهم مسلسل جديد معه. عم بحس إنه حبيت هيك نزل الصورة، دايما بنبسط بزملائي بس ينزلوا هيك صورة، فبس مغنية عطاني الفكرة. كنا قاعدين قال لي ليش أنت ما بتتصوري مثلنا، وإنه ليه أنت غير؟ قلت له لا أنا ماني غير، أنا مثلي مثلكم. فصورنا صورة ونزلناها. الحياة بالنسبة لإلي دراما، مشاركك هذا الشغل، ودراما بالنسبة لإلي حياة. وعلى ده جرت الظهور بدون مكياج مثل ما فعلت مايا دياب مؤخرا. أكيد أنا عطول بطلع بلا ميك أب وبلا برشينج بيومياتي، أنا أبدا ما بحط ميك أب، بس أظهر بتصور مع كل الناس اللي بيطلبوا يتصوروا معي وما عندي مشكلة، وبينزلوا الصور لأنه هيدي أنا متصالحة مع حالي كتير. بحب بس يكون عندي مقابلة أو ريد كاربت، بحب أعمل أحلى ميك أب وألبس أحلى درس، بس بحياتي لا، بحب ريح حالي. حلوة أنت وطبيعي كوني أنت، مش ضروري تصيري